أناب عن فخامته لحضور الصلاة السيد اللواء أركان حرب أحمد علي رئيس ديوان رئيس الجمهورية. كما تلقينا اتصالاً رقيقاً من معالي المستشار الجليل عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق لتهنئتنا بالعيد. كما حضر إلى المقر البابوي للتهنئة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على رأس وفد ضم السيد المستشار أحمد سعد الدين والسيد الأستاذ محمد أبو العنين والسيد المستشار أحمد عزت مناعة. حضر أيضا لتهنئتنا بالعيد معالي دولة رئيس مجلس الوزراء السيد الدكتور مصطفى مدبولي وينيب عن سيادته معالي المستشار عمر مروان وزير العدل. كما حضر إلى المقر البابوي أيضا للتهنئة بهذا العيد فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر على رأس وفد رفيع المستوى من القيادات الدينية وعلماء وأساتذة مشيخة الأزهر وفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والأستاذ الدكتور محمد حسين المحرساوي رئيس جامعة الأزهر. كما حضر للتهنئة أيضا فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية. يشاركنا في احتفالنا في هذه الليلة المباركة لفيف من السادة الوزراء سواء بالحضور أو بالاتصال التليفوني السيد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السيد سامح شكري وزير الخارجية، السيد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، السيدة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السيد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، السيد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، السيد محمد صعفان وزير القوى العاملة، السيد الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، السيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيدة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السيدة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، السيدة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والسيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، السيد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، السيدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، السيد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السيد الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، السيد الدكتور مهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، السيد الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، السيدة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، السيد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية،
السيد اللواء مهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، كما يهنئنا بالعيد السيدة الدكتورة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، ومن السادة المحافظين السيد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والسيدة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والسيد اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والسيد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، السيد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الأستاذ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، السيد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، السيد اللواء أركان حرب أشرف غريب محافظ قنا، الأستاذ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، السيد اللواء هشام عبد الغني أمنة محافظ البحيرة، السيد اللواء أركان حرب خالد شعيب محافظ مطروح، السيد اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، السيد المستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر، الأستاذ الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، السيد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، كما حضر إلى المقر البابوي السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ على رأس وفد من السادة النواب، ضم السيدة النائبة فيبي فوزي جرجس وكيل ثاني مجلس الشيوخ، والسيد المستشار محمود إسماعيل عثمان أمين عام مجلس الشيوخ، كما نشكر سيادة الفريق أول محمد أحمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الذي حضر إلى المقر البابوي للتهنئة على رأس وفد رفيع من القيادات العسكرية، ضم كل من السيد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، السيد الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، السيد الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي، السيد اللواء بحري أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية، وينيب عن سيادته لحضور الصلاة السيد اللواء أركان حرب علي عادل علي عشماوي مساعد وزير الدفاع، السيد اللواء أركان حرب خالد أحمد شوقي رئيس هيئة تدريب للقوات المسلحة، السيد اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز عبده مدير إدارة الشؤون المعنوية، والسيد اللواء أركان حرب فهمي عبد الرؤوف فهمي قائد المنطقة المركزية العسكرية، السيد اللواء أركان حرب حسام علي محمود مدير إدارة الشرطة العسكرية. يشاركنا أيضاً التهنئة السيد الوزير اللواء عباس كامل مدير جهاز المخابرات العامة، والذي أناب عن سيادته السيد العميد أحمد فاروق والسيدة العميد رانيا عبد العزيز، يحضر أيضاً معنا
كما نشكر وزارة الداخلية وعلى رأسها السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الذي هنأنا في المقر البابوي بالأمس على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات الشرطة دم مجموعة من القيادات السيد اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة. السيد اللواء أشرف جبلة مدير الإدارة العامة لشرطة النجدة نائباً عن وزير الداخلية. السيد اللواء نصير خليل مساعد أول الوزير لقطاع الشؤون المالية. السيد اللواء مصطفى سيد أحمد. السيد اللواء أشرف محمود. والسيد اللواء أسامة خلف. كما هنأنا بالعيد السيد اللواء عادل جعفر مساعد أول وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن الوطني، والسيد اللواء محمد الباز مدير الإدارة العامة لقطاع الأمن الوطني بالقاهرة، والسيد العقيد محمد الألفي من الأمن الوطني. كما نشكر السادة المستشارين رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء المحاكم والقضاة ورؤساء النيابات العامة. نخص بالشكر معالي المستشار عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقد رئيس مجلس القضاء الأعلى، معالي المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، معالي المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة. كما حضر إلى المقر البابوي معالي المستشار حمادة الصاوي النائب العام. كما هنأنا بالعيد معالي المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة، ويحضر عنه المستشار الدكتور أيمن فؤاد رئيس محكمة الاستئناف العالي. هنأنا أيضا السيد المستشار أحمد عبد العظيم مطر القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والسيد المستشار عصام الدين أحمد فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة، السيد المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية. يهنئنا أيضا بالعيد من الأجهزة الرقابية السيد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، السيد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، السيد المهندس أيمن حسام الدين رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك. لفيف من أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية وسفراء الدول والقائمين بالأعمال المعتمدين بالقاهرة بمصر. يهنئنا أيضا من السادة رؤساء وأعضاء المجالس القومية المتخصصة السفيرة مشيرة محمود خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، السيد اللواء أشرف الخطيب أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، السيد المستشار محمود فوزي أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، السيد الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. يشاركنا أيضا لفيف من الأساتذة والرؤساء وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الأستاذ الدكتور محمود شوقي المتيني رئيس جامعة عين شمس، الأستاذ الدكتور عادل السيد مبارك رئيس جامعة المنوفية، الأستاذ الدكتور جمال عبد الرحيم سوسة رئيس جامعة بنها، السيد الأستاذ الدكتور عثمان السيد شعلان رئيس جامعة الزقازيق، الأستاذ الدكتور منصور حسن أحمد رئيس جامعة بني سويف، الأستاذ الدكتور عبد الحميد السيد عبد الحميد نائب رئيس جامعة دمنهور. كما هنأنا أيضا الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام،
ونشكر أيضاً جميع الرؤساء ونواب وأعضاء الأحزاب والائتلافات السياسية والنقابات والجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي الذين هنؤونا، ونخص أحزاب المصريين الأحرار، مستقبل وطن، الوفد الجديد، حماة الوطن، المؤتمر، الغد، مصر القومي، العربي، الديمقراطي، الناصري. يحضر معنا أيضاً وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والتنسيقيين. نشكر أيضاً المطران أشود، مطران الأرمن الأرثوذكس في مصر، والمطران جورج شيحان، مطران الموارنة. نشكر جميع رجال الشرطة ونواب ومساعدي ومدير الأمن والقطاعات والأفراد على مجهوداتهم في تأمين الصلوات بجميع الكنائس. نشكر وزارة الإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ممثلاً في الهيئات الوطنية للإعلام والصحافة لنقلهم وتغطيتهم لصلاة القداس على الهواء مباشرة، وكذلك جميع القنوات الفضائية المصرية والعربية والأجنبية والإذاعة المصرية وجميع وكالات الأنباء والصحف والمجلات التي تقوم بتغطية ونقل القداس الإلهي. نشكركم جميعاً لمحبتكم ولتهنئتكم.